إذا ما استخدمت أي من الأوبريتر السابقة، فالأوبريتر الخاصة بهذا الفيديو 100% راح تستخدمها بحياتك الRx جافاوية. أوكي، شنو هي الأوبريتر؟ هي أوبريتر الترانسفورميشن اللي تحول لي من شكل الشكل اللي اسمها map. أوبريتر الماب كفانكشن تأخذ باراميتر واحد اللي هو عبارة عن فانكشن، وإحنا نعرف من شيء فانكشن تأخذ higher order function، نقدر نختصرها بالأقواس بشكل مباشر. راح تستلم data type حسب نوع الايتمات اللي جاتنا بالobservable قبل اللي دي يصير لها emitting، قبل ما يصير لها emitting طبعا، ومن ثم حترجع لي item بأي data type ممكن بعد عملية تحويله، يعني ممكن تتحول إلى data type مختلفة الايتمات. فأوكي، أبسط مثال على الماب هو أنه ترجع الات في 2، بما أنه إحنا نتعامل انتجر فراح يصير عن 2 4 6. إحنا إذا نغير شكل الايتم اللي إجانا قبل ما نسوي له emit، إحنا قلنا operator تسوي عمل action أو عمل معين، وقلنا هنا نسوي عملية mapping، وعملية المابينج هي تحويل الأشكال. وأنا أرجع وأكد دائما عليكم أن تتبعون على هاي الصورة اللي بالغالب تختصر الأوبريتر شنو شغله، كلش راح تفيدكم. لو تلاحظ أنه الآيتم ظهر بغير شكل، هي نفس الآيتمات لكن ظهرت بغير شكل. أوكي، إحنا مو شرط دائما الآيتم يكون عبارة عن أرقام اعتيادية أو string، بالغالب data و object من classes معينة أريد أسوي transform عليها، أريد أغير فد معلومات معينة بها كل هاي الداتا اللي جاتني بمكان معين، فكلش راح تفيدني المابينج. نسوي رم ونشوف شنو الاوتبوت مثل ما نتوقع. اوكي، 2 4 6 8 10، مضبوط. اذا انت شنو الشيء اللي راح تكتبه هنا او باخر سطر ضمن هاي اللامدا راح يكون هو الريتيرن لكل ايتم يمر بهذا الترانسفورميشن قبل ما يصير له emitting. اذا الماب من الامور الضروريه اللي ممكن احنا نستفاد من عندها بشكل كبير جدا بتحويل الداتا من شكل الى اخر قبل ما نسوي لها emitting ويشوفها الاوبزرفر. اتمنى تكون فكرته واضحه لهنا انتهى هذا الفيديو. شكرا للمشاهده.